كيبقى ان ايشانج بين الدراري ديال البنات ديال التمنيات اللي دازا غير ولكن شفت التجربه نورمالمون سي ان شاء الله بيان سور ولكن شي كان كيعتمد على الموتيفاسيون ديال bénéficier à l'école d'appli sur ce sujet qu'on a de jeunes par le sport. Au final, il y a la charte d'accompagnement avec M. Hicham et qu'on a par le développeur des points améliorés de l'année, nous développerons ou les points faibles de l'année parce qu'il n'y a pas de choses sur le charte d'appli, mais j'en ai regardé. Au final, il y a une charte d'appli sur le 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 charte d'appli كنشكرهم بزاف وشكرا على الحضور ديالكم. هذه جوج شوط بغيت نكون انتربرونور في المجال الرياضي ودوبيا ان كوتش بروفيسيونيل على الفيتنس ان شاء الله. شوف بخاتيك لو فولي بول ولو فيتنس. سيد باشا تردن، سيدة قائدة تردن، سيد ممكن مجلس الإقليمي، سيد مدير إقليم وزارة الوطنية الأولية والرياضة، سيد ممثل مديرية الشباب، سيد ممثل مديرية الصحة. كنشكركم أولا على الحضور تاعكم اليوم في الافتتاح تاع مدرسة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عن طريق الرياضة. هذا البرنامج اللي كتقوده جمعية تيبو أفريقيا بالشراكة مع التنسيقية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أولا تتمنى لكم شهر رمضان مبارك كريم. شكرا لسيد الكاتب العام، شكرا أيضا لسيد العامل على المواكبة ديالو المشروع هذا. الحضور الكريم، بغيت الأول نقول لكم على جمعية ديالنا تيبو إفريقيا اللي هي جمعية مغربية بدات هذه 10 سنوات، واليوم هي جمعية اللي تتواجد في 20 جهة في المغرب، 12 جهة في المملكة، تتواجد أيضا بداكار السنغال، تتواجد أيضا بأبوغو في أبيجون في ساحل العاج، تتواجد أيضا في تونس في تنزانيا. الجمعية ديالنا تيتواجدو تخدمو فيها كل يوم 114 شخص ونساء وأيضا ذكور، تخدمو مع تقريبا 250,000 ديال الشباب كل نهار في عدة مجالات، مجال التربية عن طريق الرياضة، مجال التشغيل عن طريق الرياضة، وأيضا خلق مقاولات في المجال الرياضي. الجمعية ديالنا عندها رؤية باش تكون قادرة للتنمية عن طريق الرياضة على افق 2030 في القاره الافريقيه. اليوم جيت سعداء بهذا البرنامج لتشغيل الشباب ليماج الشباب ليماج الاقتصادي وايضا الاجتماعي للشباب للتمويلات عن طريق الرياضه. هذا البرنامج هذا اللي كانت واحد الاتفاقيه اللي كانت وقعت في شهر اغسطس 2021 بين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بالرباط مع السيد الوالي محمد الغنوري والجمعية ديالنا، ومن بعد كان توقيع لشراكة بين التنسيقية وبين الأبروفانس اللي هي العمالة التربيات، وأيضا الجمعية ديالنا وأيضا المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأيضا منصة الشباب.
بعد هاد الاتفاقيه اللي كانت توقع توقع عندها في جانفي 2020 لدينا الامل ديالنا، الامل ديالنا وهو اولا استقبلنا مئات ديال الشباب هنا من التامينات اللي اولا جاو عندنا وفي جلسه الشباب وهبروا على الانتيري ديالهم باش يكونوا في هذا البرنامج اليوم تختاروا تقريبا 40 ديال الشباب، 20 ديال اليوم هنايا و20 ايضا يلتحقون انا الاسبوع القادم. هاد الشباب هادو عندهم بين 18 حتى 28 سنه، غيبقاو معنا لمده سنه تسعود الاشهر غيتكونوا فيهم، غيتكونوا باش يطوروا مهارات تقنيه، مهارات حياتيه، ومهارات مقاولاتيه عن طريق عده دروس في هذه الرياضه، في اللغه الفرنسيه، في اللغه الانجليزيه، في اللغه الاسبانيه، وايضا يتعلموا كيفاش يقدروا يستعملوا الوسائل التكنولوجيا، يتعلموا ايضا كيفاش يقدروا يخلقوا جمعيه رياضيه، كيفاش يقدروا يخلقوا ايضا شركه رياضيه، يتم ايضا عطاهم الفرصه باش يديروا عده تجارب مهنيه مع عده شركات. وتنشكر الشركه اللي هنايا اليوم حاضره، الشركه ديال الفيتنس اللي معنا هنايا جوج شباب. ويتم ايضا مواكبه هاد الشباب مع 9 شهور ديال الدروس وديال التكوين، مواكبه ديالهم باش يكون لهم يمشيو لسوق العمل ولاجل يبداو المبادره ديالهم في مجال الرياضه. الشباب كامل الشباب اللي يكونوا في هذا البرنامج يتم ايضا مواكبه ديالهم بواحد المنحه اللي هي شهريه، وايضا يتم اعطاهم عده فرص وعده وسائل باش يمكن لهم يحروا الطاقه ديالهم، يعبروا على الطاقه ديالهم. ان شاء الله ابتداء من الشهر المقبل غيبداو ايضا واحد التجارب بين الشباب، لان هنايا في تردان الشباب لان في دار البيضاء، والهدف ديال الجمعيه ديالنا وهو نخلقوا ابطال ديال الحياه، ابطال ديال الحياه يعني يمكن لهم غدا يعطي واحد الاثر ايجابي في الحي ديالهم، في السكنه ديالهم، وفي المدينه ديالهم. حنا تنامنوا بقوه الرياضه لانه اللي تنعقلوا في 2008 في الخطاب ديال صاحب الجلاله نصره الله، دوا على كيفاش الرياضه يمكن لها تلعب واحد الدور ديال التنميه في البلاد. واليوم تنشوفوا بانه في النموذج التنموي الجديد كيفاش يو على الرياضه تكون انها تكون واحد وسيله للتربيه والاندماج وايضا تحقيق الذات. وتنشوفوا ايضا انه في الدستور ديالنا في المغرب الرياضه هي حق كل مواطن. حنا هو الهدف ديالنا مع تنميه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. نشكر جميع الشركاء، اولا البروفانس ديال تامينات في اسم السيد العامل وسيد الكاتب العام. نشكر ايضا السلطات المحليه على المواكبه ديالهم. نشكر ايضا وزاره التربيه الوطنيه التعليم الاولي والرياضه انما مشاركه في عده جهات. ونشكر السيد المدير الاقليمي، وايضا نشكر السيد المدير ديال المدرسه الرحال المسكيني. هذه المدرسه اللي ايضا تفتح الابواب ديالها للشباب ديالنا. تنشكر ايضا السيد زيكي اللي تشرف على منصه الشباب، تشرف ايضا على برامج ديال العناقيد هنايا في تردانت. تنشكر ايضا جميع الشركات ديال الرياضه اللي تفتحوا الابواب ديالهم للشباب ديالنا. حنا تنعطيكم ان شاء الله موعد هنا شهر ابريل 2023، هيكون بمناسبه اليوم العالمي للرياضه من اجل السلام والتنميه. خصنا نكونوا مفتخرين بهذا اليوم لانه كان يوم للمغرب هو اللي عطى الاقتراح ديالو باش يكون يوم عالمي، واليوم الامم المتحده تحتفل به في العالم كامل. وهذا اليوم هذا هيكون حفل تخرج. أحمد أمين زريات رئيس مؤسسة تيبلو الإفريقية اللي هي مؤسسة رائدة في مجال التربية وأيضا تشغيل الشباب والنساء عن طريق الرياضة. اليوم حنا جد سعداء لأنه تنديرو افتتاح ديال البرنامج ديال تشغيل الشباب عن طريق الرياضة في ترودانت. البرنامج بشراكة مع الـ UNDH Initiative National for Development Humain، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعطي الفرصة لأكثر من 40 شاب وشابة
عندهم بين 18 و 25 سنة اللي هما عندهم شغف بالرياضة. الهدف هو أي نواكبهم مدة سنة. هاد السنة هادي يكتسبوا عدة مهارات تقنية، فكرية، مقاولتية وحياتية. هاد المهارات هادو يخلوهم يولجوا سوق العمل من بعد سنة. اليوم تنخدموا مع عدة شركات في المجال ديال الصناعة الرياضية اللي هيخليو هاد الشباب هادو يمكن لهم يكون عندهم تجارب مهنية، وأيضا يمكن لهم أيضا ياخذوا فرصة عمل في مجال الرياضة. هيكون أيضا برامج ديال التربية عن طريق الرياضة لفائدة أكثر من 2000 طفلة وطفل هنا في إقليم تارودانت. وهاد البرامج هادو هيتم التنشيط ديالهم من طرف هاد الشباب هادو اللي كاينين في المدرسة ديال تشغيل الشباب عن طريق الرياضة في تارودانت. السلام عليكم. حنا اليوم جيت سعداء بافتتاح سوق ادماج للشباب عن طريق الرياضه، اللي هي واحد المنصه اللي غتكون للشباب ديال مدينه تريدان، اللي غادي يستافدوا منها من واحد التكوين لمده 9 اشهر. هذا التكوين هذا يكون فيه مجموعه من المراشات بيان سور التطبيقيه والنظريه، اللي غادي يخول لهم انهم يحسنوا يعني من الاداء ديالهم باش يدخلوا لسوق الشغل، ويكونوا عندهم يعني دي كومبيتونس يقولوا لهم انهم كذلك يديروا المشاريع ديالهم يعني علاقه بالمجال الرياضي. دونك كنشكروا جميع الشركاء المتدخلين في هذا المشروع، وكنتمنوا ان شاء الله المزيد من الشباب انهم يقدروا يندمجوا يعني في سوق الشغل عن طريق الرياضه. وشكرا.